أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما تحقق من تعاون مشترك بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، حيث يعبر اجتماعنا هذا عن تطلعاتنا المشتركة لتحقيق نتائج مثمرة في مسيرة العلاقات بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية. إن استمرار عقد الحوارات الاستراتيجية بين الجانبين يساهم في تطور العلاقات بين دولنا بشكل ملحوظ، وأؤكد هنا على أهمية استمرار تنسيق المواقف تجاه القضايا المختلفة وتحقيق التعاون الاستراتيجي وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في مدينة موسكو بتاريخ 10 يوليو 2023، وقد تم خلال الاجتماع إقرار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية للفترة 23-28. أصحاب السمو والمعالي، لقد تزايدت حجم التصعيدات الأخيرة في المنطقة وتحولت إلى ساحة إقليمية مليئة بالاشتباكات والعنف غير المبرر، مع تفاقم حجم المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق. وكان الهجوم الغاشم الأخير على مدرسة التابعين التي كانت تأوي نازحي خلال أدائهم لمناسكهم الدينية مثالا صارخا على هذا العنف المتصاعد، والذي يتزامن مع استمرار التصعيد العسكري في البحر الأحمر والمنطقة برمتها، مما ينذر بمزيد من زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن الإقليمي. وبالرغم من أن جهود دولة قطر المستمرة مع شركائها لم تفضي حتى اليوم إلى النتائج المرجوة بشكل كامل، فإننا نعول على استعداد شركائنا الإقليميين والدوليين لممارسة كافة أشكال الضغط اللازم لفرض وقف إطلاق النار والشروع فورا في عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية. إلا أن معاناة الأشقاء في غزة تستمر يوميا حتى نرى القتلى بأعداد كبيرة والمجازر تحدث يوما بعد يوم. الحضور الكرام، إن إنهاء الحرب على قطاع غزة يعد الخطوة الأساسية نحو تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة والتمهيد لتحقيق سلام إقليمي دائم، ونؤكد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين الدول لضمان التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن والأسرى. هذه الجهود التي يجب أن تفتح الباب أمام فرص أوسع لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتجنب المنطقة مخاطر تصعيد أعنف وأشمل. وتجدد دولة قطر التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات لتحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي فيه، وذلك وفق ما نص عليه القرار 2735. كما أود أن أشيد بموقف روسيا الاتحادية الإيجابي في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وخاصة خلال الأحداث الأخيرة في غزة وموقفها الثابت من حل القضية الفلسطينية بتأييد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتأييدها لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة وتجنيب المنطقة من اندلاع حرب واسعة. ختاما، أسأل الله التوفيق لنا في اجتماعنا هذا ولكم جميعا المزيد من النمو والازدهار والسلام والأمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.